هو في ايه يا جماعة بالظبط؟ معقولة الغباء يصل بقيادات البيت الأبيض لهذه الشاكلة؟ في قلب الولايات المتحدة الأمريكية وبالأمس بدأوا يناقشوا خطة ضرب العمق الروسي، بدأوا يتداولوا خريطة، الخريطة ديت إن إحنا هنكرس لدعم أوكرانيا بالصواريخ وبالأسلحة وبالعدة وبالعتاد، بحيث إن استخدام الأسلحة ديت هيتم داخل أوكرانيا عن طريق الجنود الأوكرانيين وبعض الجنود الغربيين، بحيث يتم توجيه ضربات غير عادية في قلب روسيا نفسها. إزاي إن روسيا تستحل لنفسها إن هي تضرب العمق الأوكراني، وبناء عليه إحنا لابد إن إحنا نتحرك دعما لأوكرانيا وفي مواجهة روسيا. طبعا روسيا ردت على الكلام الفاضي ده كله وقالت بالغرف الواحد، خلي بالكم لو فكرتوا مجرد تفكير ان كنتوا تعملوا الخطوه ديت لن نتردد في ضرب العمق الامريكي نفسه. بنفس الطريقه ديت لن نتورع عن توجيه ضربات للولايات المتحده الامريكيه. خبر اسود. هو احنا وصلنا الى درجه ان متوقع اشتعال حرب عالميه ما بين القوى الكبرى وبعضيها؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بحضراتكم، معكم أحمد عبد الهادي من قناة مصر. عبر تاريخ البشرية وطوال عقود خلت، كنا دايما بنشوف الصراع ما بين الدول الكبرى وبعضيها، بحيث يدوبك خلال صراع ممتد مثلا لسنوات نشوف تصريح واحد فقط لا غير، أن أحد الأطراف فقط يهدد أن هو ممكن يوجه ضربة صاروخية للطرف الآخر، وبيفضلوا يتحاكوا بيها لسنوات طويلة. منذ حوالي سنتين ونص، وتحديدا منذ تفجر أزمة روسيا وأوكرانيا حتى اللحظة الراهنة، شفنا تصاعد للأحداث متسارع جدا، مش على مستوى روسيا وأوكرانيا أو مستوى روسيا ودول النيتو فقط لا غير، ولكن على مستوى روسيا، على مستوى الصين، على مستوى كوريا الشمالية، على مستوى السودان، على مستوى دولة ليبيا، على مستوى الدولة المصرية، على مستوى الكيان الإسرائيلي المحتل، على مستويات كتيرة جدا. وخلال الصراعات ديت شفنا تصريحات صادمة بطريقة غير عادية. شوفوا حضراتكم ازاي وصل الوضع جوه الولايات المتحدة الامريكية لدرجة ان هم بدأوا يناقشوا ازاي يتم توجيه ضربات في قلب روسيا نفسها، على الرغم من ان فلاديمير بوتين رئيس روسيا حذر بشكل واضح جدا اي محاولة للاعتداء على سنتي واحد من الاراضي الروسية هيتم مواجهته بضربة نووية بلا تردد. ورغم ذلك رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي مايكل ماكل دعا وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن لرفع الحظر المفروض على أوكرانيا عشان يتم ضرب الأراضي الروسية بالأسلحة الأمريكية. أنتوا عاملين حظر على أوكرانيا ليه؟ مدوا أوكرانيا بالأسلحة الأمريكية، ومن خلال الأسلحة الأمريكية ديت لابد من توجيه ضربات للعمق الروسي. وعرض رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي على أنتوني بلينكن وزير الخارجية الأمريكي خريطة للأراضي الروسية مع المنطقة التي يمكن أن تغطيها الصواريخ المقدمة من أمريكا. بقدم له خريطة، بص احنا في الحتة دي نقدر نحط الصواريخ الأمريكية هنا، وبالتالي نوجه ضربات للأجزاء دي من الأراضي الروسية. تخيلوا، يعني على رأي محمد صبحي يقول لك انت حمان يا حمان، يا ابني انت متخلف، يا ابني انت غبي، يعني متآمر وهبل، ازاي انك انت بتناقش خريطة زي ديت؟ ده في حد ذاته من الممكن ان هو يضعك تحت مقصدة الدولة الاخرى اللي هي روسيا، وهيكون عندها حق. قال ماكل خلال جلسة استماع في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الامريكي، هذه منطقة محظورة للضربات بالاسلحة الامريكية انشأها الروس، حيث يضعون أنظمة مدفعية وصواريخ على مقربة من الحدود الأوكرانية ثم يستخدمونها لمهاجمة الأوكرانيين، وبالتالي احنا لازم نضربها بالصواريخ الأمريكية. وسأل مايكل كول عما إذا كان أنتوني بلينكن هيعيد النظر في السياسة اللي بتحظر على القوات المسلحة الأوكرانية ضرب الأراضي الروسية ولا لا. ايه ده؟ ايه التخلف ده؟ لا بجد فعلا في حاجة مش مظبوطة. طبعا وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن اتهرب من الإجابة وقال إن مثل هذه القرارات يجب أن يتخذها الجانب الأوكراني مش إحنا،
يعني احنا ما نقدرش ناخد القرار. الله، انت جربت انك انت تناقش تضربني ولا لا، او انا دولة نووية واقلى واقوى نوويا من كل دول الناتو بلا استثناء؟ يحزن الحزن. طبعا الامر ما توقفش عند لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الامريكي فقط، انما وصلت للجان اخرى بالكونجرس الامريكي. يعني المسألة ما جاتش عرضيا، ده بدأت تناقش في لجان اخرى. معنى ذلك ايه؟ معنى ذلك ان القرار ده بدأ يتم طرحه في قلب الولايات المتحدة الامريكية، حيث طالب كل اعضاء لجنة الاستخبارات في مجلس النواب الامريكي طلب وزير الدفاع الامريكي لويد استون على السماح لاوكرانيا باستخدام الاسلحة اللي نقلتها واشنطن لشن ضربات على الاراضي الروسية. هركو اسود. النائب في مجلس الدوما الروسي اللي هو مجلس النواب الروسي يعني عن جمهورية القرم ميخائيل شيرمت وصف خريطة الضربات ضد روسيا اللي تم عرضها في الكونجرس بالجنون. انتوا مهابيل، انتوا متخلفين، انتوا اغبياء، ايه اللي انتوا بتعملوه ده؟ يعني فعلا صدمة بجد. يعني ازاي انك انت تناقش لا في حاجة غلط، يعني انا مش قادر استوعب بجد. انت بتناقش في الكونجرس الامريكي خطة وخريطة انك انت هتضرب فيها جزء من الاراضي الروسية، ايه التخلف ده؟ النائب في مجلس الدوما الروسي قال ان روسيا الحديثة المحبة للسلام لديها فرصة مضمونة لتدمير اي معتدي على الفور بغض النظر عن القارة التي يوجد فيها. الراجل بيقول دي الفرصة بتاعتنا في ان احنا ندمر الدولة اللي بتفكر مجرد تفكير ان هي تعتدي علينا، وديت فرصة ايا كانت الدولة ديت حتى لو كانت امريكا. واشار الى انه يجب على المواطنين الامريكيين المسالمين والعاقلين ان يأخذوا الامور بايديهم وان يرسلوا الى مزبلة التاريخ كل السياسيين اللي استقروا في قلب واشنطن وبيسعوا حاليا لاغراق العالم في فوضى الحرب، وبالتالي هيحرموا الامريكيين من مستقبلهم. انتوا باللي انتوا بتعملوه ده وبقيادات امريكا واللي بتعملوا في قلب الكونجرس الامريكي ده انتوا وعدكوا سودا. هو انتم متخيلين ان احنا لن نتورع عن توجيه ضربة لامريكا؟ المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف تعليقا على دعوة اعضاء الكونجرس الامريكي للسماح لاوكرانيا باستخدام الاسلحة اللي نقلتها واشنطن لشن ضربات على الاراضي الروسية قال ان هناك العديد من الرؤوس المتهورة في قلب الكونجرس اللي بيرغبوا في اثارة التوتر. يعني ايه سعادتك؟ هتضربني؟ هوجه الضربات النووية ليك. وهو الكلام ده قاله فلاديمير بوتين قبل كده لما طلب من القوات العسكرية الروسية ان هي تتدرب على الاسلحة النووية غير الاستراتيجية تمهيدا واستعدادا لرد اي تهديدات بدأت تقترب من الحدود الروسية. بس السفير الروسي في واشنطن أناتولي أنتانوف قال إن مثل هذه الدعوات متهورة جدا وبتهدد بجر أمريكا إلى الصراع. ده انت وعدك سودا. ألا انت لو فكرت مجرد تفكير إنك انت تدعم أوكرانيا فإن هي توجه ضربات للأراضي الروسية يبقى معنى ذلك انت مشترك في الحرب ديت، وبالتالي حالتها انت وهو. لن أتردد في توجيه ضربة ليه بصرف النظر عن انت مين. ليه؟ لأنك انت اللي ورطت نفسك في هذه الحرب، انت اللي بدأت، وبالتالي من حق ان انا ادافع عن امن القومي. فاكرين حضراتكم لما فلاديمير بوتين حس بنوع من التهديدات من قبل دول الناتو وبدأوا يدعموا بشكل مباشر القوات الأوكرانية، وبدأت القوات الأوكرانية تضغط على القوات الروسية لحظتها؟ فلاديمير بوتين رئيس روسيا أعلن عن إبرام اتفاقية سريعة وعاجلة مع دولة بيلاروسيا المتخمة للحدود البولندية بمضمونها ومقتضاها تم نشر الأسلحة النووية في قلب بيلاروسيا. أصبحت الأسلحة النووية الروسية قريبة من كل عواصم الدول الغربية وبالذات الدول الأوروبية بلا استثناء. ليه؟ إحنا ما بنهزرش يا حالتها أنت وهو. لا يمكن بأي حال من الأحوال إن أنا أقبل الضغط عليا أو أقبل أي نوع من التهديدات للأمن الروسي. هتضرب على رأي عادل إمام؟ هنضرب. هتحرق؟
هنحرق احنا كمان، هو انت متخيل انك انت هتتحرك وانا مش هتحرك؟ الكونجرس يعرض خريطة لاراضي روسية لضربها بصواريخ امريكية والدوما يرد سندمر اي معتدي. شفتوا حضراتكم الخريطة ومنظرها والناس بتتحرك ازاي وبتعمل ايه؟ هذه الخريطة، احنا هنحط بقى الصواريخ هنا ثم هنوجه الضربات للناحية دي لان روسيا عملت مش عارف مين في ايه. طب وانت مال امك؟ يعني انت رايح لحد راس القرد وتشمها؟ طبعا هي مش راس القرد على رأي عبد المنعم مدبولي، وخليكم جدعان كده واقبلوها ان هي راس القرد. تعطش اوروبا للغاز الروسي وايطاليا اكبر مشتري بحوالي 238 مليون يورو. طبعا بيضحكوا على نفسيهم وقال لك احنا ما خدناش غاز ولا الكلام الفاضي ده كله، وهم عاملين بيشتروا لان هم مش قادرين يستغنوا عن روسيا. وهو ده اللي راهن عليه فلاديمير بوتين قبل كده ونجح وكسب رهانه.